أولاً تحية مغربية وطنية من أوزبكستان تشكند إلى ربوع المملكة المغربية الشريفة. فيما يخص المباراة ديال المنتخب المغربي ديال الفوتسال مع المنتخب البرتغال، صراحة بالرغم من أن الهزيمة، المغاربة قدموا واحد الأداء مستحسن، وكانت لقطات فنية جميلة، وكانت بعض الأخطاء ديال اللاعبين، كان واحد التحكم في المباراة، ولكن قدر الله ما شاء فعل. كنا عند العائلة وتصادفنا، بنتي عندي هنايا وتصادفنا مع مع المنتخب، والحمد لله اللي كانت كل الماتشات اللي دازوا غزالين، وتبارك الله على الوليدات، والله يوفقهم إن شاء الله ويكونوا الفائزين إن شاء الله، يوصلوا للبطولة إن شاء الله، ياخذوا الكأس إن شاء الله. شنو تنتمناو لهم؟ غزالة غزالة صراحة، تبارك الله. كان واحد النشاط في المغاربة، وكان واحد التشجيع كبير من المغاربة، الله يحفظهم والله يسلم أمهم يا ربي. ماتش ما كان سهل، مهم هو كاليفيكاسيون ان شاء الله الماتش الجاي نتكالي فيها والكارد فينال، وثاقين في اللعابه وفي المدرب ان شاء الله يديروا شي حاجه في لا كوب دي مون وديما المغرب. ماتش الدراري لعبوا مزيان، داروا مجهودهم، كنا نتمنوا نربحوا، ولكن هادشي اللي كاين. بعدا دزنا البلاي اوفس وغادي نتفرجوا فيهم في مدينه بخارى مع ايران، غادي نمشيو الماتش ان شاء الله لمدينه بخارى ونتفرجوا ونتمنوا الخير والربح. هذا الماتش اليوم كان ماتش صعيب بزاف، لعبنا مع حامل لقب ديال النسخه السابقه البرتغال، منتخب اللي قوي، منتخب اللي عنده النجوم والمنتخب كامل مكمول. حنا عندنا لي بليسور اللي ما جاوش ثلاثه ديال اللعابه، وكاين لي بليسور دابا، فماتش كان صعيب بزاف. ماشي حنا اللي كنا ضعاف، هما اللي كانوا قويين، ولكن انا كنظن المدرب لعب بتحفظ كبير، ما لعبوش الكل في الكل، لان باقي عندنا ماتش اللي هو مصعب من هذا. حنا ديجا ضامنين التاهل ان شاء الله، نشوفوا البخارى، نشوفوا واش نتلاقاو مع ايران ولا ما نتلاقاو. باذن الله نشرفوا الكره المغربيه باذن الله، ما يكون على الخير، نتلاقاو ان شاء الله في بخارى وديما مغرب. اليوم المقابله صراحه كانت صعيبه، راه كنا عندنا امال وكنا متفائلين، ولكن للاسف المنتخب البرتغالي يعني كاين مرشح نهائي بطل النسخه الاخيره ديال كاس العالم، وهو من المرشحين باش ياخذ لاكوب هذا. والدراري برافو عليهم، داكشي اللي اليوم داروه، ونتمنوا الماتش الثاني اللي هو اللي مهم صراحه نتقاتلوا معاه باش نقدروا نتكاليفيو للربوع النهائي. الاصابات اثرت علينا بزاف، يعني المنتخب ديال البرتغال كان قوي وكان جميع العناصر ديالو تقريبا، اثرت عندنا الاصابات. الماتش كان زوين تبارك الله على الدراري، المهم كيبقى هو التاهل، اننا تاهلنا. مي عندنا الماتش قوي ان شاء الله في الماتش المقبل مع المنتخب الايراني، كنتمنى ان هشام الدقيقي يصيب التوليفه المناسبه باش يكونوا الدراري في الفورمه ديالهم، واحد سعيد ان شاء الله في المقابله المجيء. هو الصراحه داروا اللي في جهدهم، مع للاسف ما حرفناش الحد، وان شاء الله الماتش الجاي ان شاء الله تكون مربوحة وديما مغرب. شكرا. جينا من دبي. الماتش المقابلة كانت متوقعة أننا غادي نقدروا نخسروا، أو لكننا كنطمحوا باش نتعادلوا على الأقل. المستوى ديال المنتخب البرتغالي مستوى كبير، وخا المستوى ديال المغرب تا هو مزيان، ولكن المستوى ديال البرتغال شي شوية أون بتيت كوش دو بلوس. لو ريزولتا إيتي با بريفو 3 بوت دو ديفيرونس، ولكن لو ماتش إيتي بريفو كون ألي فيغ أون ديفيت. لو ميو سا سان فيان. بيانتو ان شاء الله الدور الثاني المغرب غيطيحوا مع مع فرق مزيانين، وصافا يدخل ان شاء الله. ايوا